داوى الرواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من أجواء احتفال الفنان اللبناني راغب عليمي بعيد ميلاده، إذ ظهر فيه وعم يغني ويرقص برفقة أفراد عائلته والمقربين منه بباحة منزله بطريقة عفوية قبل ما تحضر زوجته مصممة المجوهرات جيهان قالب الحلوى. وقد تقدم عدد كبير من المحبين والمشاهير على معايدة الفنان راغب عليمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم الفنانة مايا دياب اللي غردت وقالت: ولد نجم اجتهد على هذه النجومية واستمراريتها، والوحيد يلي عرف يكبر النجومية ويخليها عايشة وعم تكبر يوم بعد يوم. سوبر ستار يلي ما بيشبه حدا، راغب عليمي ينعاد عليك بالنجاح بعد ومع عيلتك الحلوة، وتحقق بعد كل يلي بتتمنيه. الفنانة لطيفة التونسية اللي كتبت وقالت: كل سنة وانت بألف صحة وخير ونجاح يا غالي. أما ابنه خالد عليمي ويلي بتربطه فيه صداقة قوية غرد وقال: عقبال المية يا توأم روحي، الله يديمك بصحتك وهمتك ونجاحك، تستاهل خير العالم كله. وبدوره عليمي نشر مقطع فيديو وجهه إلى جمهوره وكل شخص عايده وقال فيه: شكرا جزيلا لجمهوري الحبيب وللأهل والأصدقاء ولخيرة وجوه الصحافي والفن والأعلام ولكل شخص أسعدني بعباراته الرقيقة وتمنياته الرائعة، وتابع قائلا: فعلا أنا معكم بحس الدنيا عيد، على أمل لأنه تتحسن الأحوال ونرجع نفرح أكثر من الأول ونلتقى على الحب والسعادة. احتفلتوا بعيدي كلكم، بشكركم من كل قلبي. صار إله العيد معنا، هيدا اليوم بالذات بسبعة حزيران صار إله معنا، لأني شفت المحبة غامرتني منكم. كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله الأيام اللي جاية نسينا الأيام الصعبة اللي مرقت علينا بهذا الوقت القليل اللي عد علينا، وأنا كلني أمل أنه نرجع نلتقي ونغني سوا ونفرح سوا وشارك بأفراحكم بحفلاتكم باحتفالاتكم، لأنه هيدي هي الحياة اللي بتلبق لنا وبتلبق لكم. شكرا شكرا شكرا. I love you.